أخلص إلى دينه فقد كمل إيمانه. فالإسلام قد حض على حب الوطن والتضحية من أجل الوطن، وعرفتنا السنة المطهرة كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب وطنه، وكيف عالج القرآن هذه القضية. فهؤلاء بنو إسرائيل عندما قيل لهم اخرجوا من دياركم لم يخرجوا، بل فعله القليل منهم. اقتلوا أنفسكم، ما فعلوه إلا القليل منهم. لذلك أيها الأحبة في الله، حب الوطن من الإيمان، والتضحية في سبيل الوطن من الإيمان. الغالي والنفيس فداء لهذا الوطن، وفداء للتراب الذي نعيش عليه، وفداء لأبنائنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا، كل من سالت دماؤه الطاهرة دفاعا عن العرض أو الشرف أو المال أو الأرض أو الوطن، فهو حي يرزق عند الله جل وعلا. لم يمت كما يموت من يموت على فراشه، بل هو حي يرزق عند الله سبحانه وتعالى، ويجرى له عمله الذي كان يعمله مهما كان كثيرا، فسيراه في ميزان حسناته. إن الشهادة في سبيل الله هي أعظم شيء في الوجود، وهو الشيء الذي يريده كل من يحيا على الأرض. عندما يقول رب العزة جل وعلا في كتابه العزيز: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هم أحياء عند ربهم يرزقون. لذا يقول الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه واصفا مكة وكيف كان يحب وطنه: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإلى رسول الله. أحب البلاد إلى الله، أحب الأوطان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما سكنت غيرك، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. أحب الأوطان إلى قلب رسول الله كان الوطن. وعندما هاجر من مكة إلى المدينة قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. انظروا كيف كان يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم وطنه، كيف كان يفدي وطنه بروحه، كيف كان يفدي وطنه بكل ما يملك. الروح والمال في سبيل الوطن شهادة لا ينالها إلا المخلصون، لا ينالها إلا الذين أرادوا الشهادة بصدق، لا ينالها إلا الذين ضحوا بالغالي والنفيس. الأم